مهم لأن نسميها أسوأ مقابلة في الملعب البلدي. تعرفوا بلا لغابور دو فورس الفريق الخصم، الفريق جاي على أساس أنهم هي أحسن منا بسيكولوجيكو، باسكو محتاج لو محتاج. وحنا أن بو سي غولاشي، حنا عارفينها، حنا كنت نروحو شي كان فيكتوار في الرتور أربعة ديال الانتصارات 12 بوان سيغ 6 سانوزا دوني أن بو دان. مي بعض المرات شي لو جوار ماروكان يفو فيغ أتونسيون، سيرتو هاد الموسم اللي راه صعبنا وفريق جديد، سنتعاملو بشكل جيد مع المقابلات. مي كنشوف راسك لو مهيبش أحسن يفو سكونتونتي دابا، تخيز امبورتون أنك متخسرش. ويوم بالنسبة ليا نقطة مهمة بزاف، لأن فريق خصم ضيع ضربة جزاء الدق الأخير كان ينتصر بالمقابلة. غي لا كونستونت اللي عندنا في هاد 21 مقابلة ما عمر دخلنا لي ريزولتا يعني نيجاتيف، دفع كنخسرو كنمشيو نربحو. فهمت بالنسبة ليا لحد الآن 31 نقطة المولود ديال المجال، 31 نقطة سان اكسبو في الدورة 22 تطافي. دونك المقابلة اللي جايين غادي يكون مقابلة مهمين بزاف، ولو بارامتر بسيكولوجيك ما تقدرش نضبطو، أي مدرب ما نضبطوش اللي كتشتغل معاه في يعني في البطولة ديالنا العربية أون جينيرال. اللاعب العربي بعض المرات يسوي دي كونسونتر كود، عطيني لي كارونتي دو مونتال اللي غيكون 100%، أنا نعطيك لي كارونتي تكتيك إي إسكو تي فو. كون تي دونك با لي كارونتي مونتال لا سا ديفاي. جو سافي كو فريق واتزم غادي يجي وغادي غادي يجي وغادي يدير لنا مشاكل كثيرة. دونك ديجا كون تي أونتيسيب لو كو سي ديجا با مال.